عربيا في دوري ابطال العرب، الوداد المغربي، وداد الامه، والرجاء البيضاوي يتعادلان بهدف لكل ويتأجل الحسم للقاء القادم. نعم، يعني يمكن هي كانت مباراة مثيرة صراحة. أعتقد أنه لأول مرة يعني يمكن قد نشهد دور ال 16 بتكون فيه هذه المواجهة القوية، ويمكن ديربي معروف جدا، ديربي مدينة كازابلانكا أو الدار البيضاء. لحسن الحظ بالنسبة لجمهور الفريقين أنه المباراة انتهت بالتعادل، باعتبار أنه هي نتيجة إلى حد ما قد تكون مقبولة بالنسبة للطرفين. كان في أفضلية كبيرة لمصلحة الوداد في شوط المباراة الأول، ترجم هذه الأفضلية ونجح في التقدم، عاد الرجاء في شوط المباراة الثاني واستطاع أنه يسجل هدف التعادل وتسير المباراة إلى التعادل في انتظار جولة الحسم في مباراة الإياب. لكن ما في شك أنه هذه المباراة لها ثقل كبير جدا بالنسبة للجمهور، باعتبار أنه دائما مباريات الديربي ما تجد حضور جماهيري كبير، ولها حتى على المستوى الإعلامي فيها اهتمام مقارنة بالمباريات الأخرى. هي بتحظى باهتمام أكبر، لكن ما في شك أنه هي مباراة ستفقد البطولة واحد من الفريقين للأمانة. يعني لو كان الرجاء ولا الوداد وقعوا في مواجهات أخرى كان سنشاهد بشكل كبير جدا هذين الفريقين قادران على أن يصلا إلى مراحل متقدمة. لكن حتمية الاصطدام ما بين الفريقين سيفقد المغرب فريق واحد على الأقل، ويمكن أن يؤدي هذا الأمر إلى ضعف فرص الأندية المغربية في الفوز بهذه البطولة، وخصوصا أنها تحمل رمز كبير جدا بالنسبة للمغاربة في الشخص الشخصي، باعتبار أنه هذه البطولة هي تسمى باسم محمد السادس وهو العاهل المغربي. ما في شك أنها ستكون هي لها قيمة كبيرة جدا بالنسبة للمغاربة، وضرورة واحد من الأندية المغربية أنه يفوز بهذه البطولة.